Now, for three quarters in a row, بالنسبة إلى ثلاثة أرباع بشكل متواصل لقد تجاوزت عائداتنا 6 مليارات دولار، وهذا طبعا إنجاز ممتاز. وبالتالي ونتيجة لذلك يسرني أن أفيد بزيادة أكبر على مستوى الربحية. إن المكتسبات في خلال الربع الثاني هي كانت أساسية، وهذا الأمر يعزى بشكل أساسي وتحدوه التطور الاقتصادي الإيجابي في الإمارات العربية المتحدة. إن الطلب على منتجات الغاز التي ننتجها والتي نراها في هذا المجال هو مرتبط بزيادة في الأحجام، بالإضافة إلى بيئة تسعيرية مؤاتية بالنسبة إلينا، مما يعني بأن النمو الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة مقرونا بنمو السكان هو الذي يشكل سبب زيادة لعائداتنا وربحيتنا في هذا الربع. لكنكم ذكرتم في بياناتكم المالية أن هناك اتفاقيات طويلة الأمد أيضا كانت دعما للأرباح والإيرادات بالنسبة للشركة. حدثنا أكثر عن هذه الاتفاقيات طويلة الأمد التي شاهدنا أغلبها يتجه نحو آسيا. إذا بالنسبة إلى الاتفاقيات طويلة الأمد فلقد أبرمت بشكل أساسي، أضف إلى ذلك طبعا تطور الأسواق المحلية، وأضف إلى ذلك تطور الصادرات. إن أدنك غاز هي تقوم إذا بتصدير الغاز الطبيعي المسال لعدد كبير من الأسواق والدول، وبالتالي فإن هذا الطلب هو كان طلبا أساسيا. إن العملاء يريدون أمنا في الإمدادات، وإن أدنك للغاز لم تفوت أبدا أي شحنة تسليم وكانت ثابتة في تسليم شحناتها، ولقد تمكنت من تحقيق عائدات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال والذي هو يخضع لأسعار برنت. هل من الممكن أن تحدثنا بالتفاصيل عن أكثر عن مشروع الرويس وما يحدث فيه الآن من عمليات توسعة والشركاء، وما ومتى سوف نستطيع الحصول على نتائج هذه التوسعة؟ رويس LNG is a new LNG export facility of 9.6. إن هذا المشروع هو مشروع جديد بقيمة 9.6، وإن اليوم إن أدنك للغاز لديها إنتاج 6 NTTL، مما يعني بأن طريقة عملنا هي مرتبطة بشكل أساسي، وهي مرتبطة إذا بمحفظة الغاز المسال. إن هذا المشروع الذي نعرفه هو مشروع قد تم تطبيقه بشكل الأساسي، وهو في مرحلة التطبيق، وهو طبعا في طور أن يبدأ، ونحن نعرف أنه لدينا إمدادات الغاز، ولقد تمكنا من ضمان العديد من العقود على المدى البعيد والتي هي تزيد عن 50 إلى 60%، مما يعني بأننا طبعا نستعدون للمستقبل. سوف نقوم إذن للبناء، ونتوقع أن تكون منشآت البناء في مطلع العام 2029 وأواخر العام 2028، وهذا الأخير هو طبعا مرتبط بالإنشاءات التي نحن بصددها، ونحن كلنا حماس بالنسبة إلى هذا المشروع وبالنسبة إلى توفير هذه المنشآت الجديدة في الإمارات العربية المتحدة للتصدير إلى عدد كبير من الأسواق، وهذا ما نفعله مع عدد كبير من الشركاء في مجال الطاقة. شكرا جزيلا بيتر باندريلا الرئيس المالي لأدنوك للغاز.